رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح عليه الصباح يدورون عليه الصحابة يلقوا وين قاعد؟ بمعاطن الإبل. في معطن من معاطن الإبل، داير مدائر الإبل، وذولا داير مدائر مبطحين على بطونهم ويلعبون برجليهم، والنبي قاعد ما بيناتهم إلى جانبهم يهديهم يرشدهم يبنيهم، حتى قدر أن يخلق من هذول عباقرة، قدر يخلق منهم عباقرة يتملاهم التاريخ بإعجاب، يعني خلق منهم نفسيات كبيرة. وطبيعي الإنسان شنو ذنبه؟ يعني أكد لك الآن إحنا ما نقدر نحمل على واحد يعيش مثلا بصحراء أو يعيش في مدينة متخلفة نقول له أنت مو زين. الإنسان ابن الوحيد، شنو ذنبه؟ إذا توجه إلى وجهه يتوجه. إجا النبي إلى هؤلاء نظر بيهم بأنهم مرضى لازم يداوون، فبدأ يسعهم بخلقه. وشلون وسعهم بخلقه؟ اللي يجون ليطبون إلى بيته ويستعملون أخشن الأساليب. هذا سهيل ابن عمرو، أضرب لك مثلا في واقعة الحديبية، سهيل ابن عمرو ودوا قريش يفاوض النبي، قعد حط ركبته على صدر النبي وأمسك لحية النبي بيده وقام يهز للنبي هز يا محمد ويسوي له الشكل، والنبي ساكت. الصحابة أيديهم على مقابض سيوفهم، شدوا على سيوفهم يردون يضربونه، أشرهم النبي قالوا اتركوه. إلى أن خلص قال له نكتب المعاهدة. قال له شنو؟ قال له نكتب ما بيناتنا هذا ما تعهد عليه سهيل بن عمرو وانت الطرف الثاني. قال له للإمام علي عليه السلام اكتب. كتب هذا ما تقضى عليه ما تعهد عليه وما تقاضى عليه رسول الله محمد بن عبد الله. قال له يا واش انا لو كنت اعرف انك رسول الله لا اطعتك. انت من يقول رسول الله؟ لا تكتب محمد. اكتب محمد. يقول امام علي قلت له انا ما اقدر، ما ايدي ما تطاوعني انا اكتب محمد واخلعك من الرسالة. قال لي اكتب ان لك مثلها، راح تجيك تمر عليك مثلها. ما وفعلا مرت عليها مثلها، مرت عليها بواقعة صفين واجبره يعني في ابو موسى الاشعري وعمر بن العاص وانما ينهي. يا سيدي والله مصيب، والله ما اسات هالدنيا بالله العظيم، والله ما اسات ارجوك. هل عبقري ثاني يم هجيف يم ابو موسى الاشعري يم عمر بن العاص يم هالنماين التافه هذه؟ على اية حال هذا سهيل ابن عامر من بعد ذلك طبعا اساء للنبي، هو كان يطلع في كل قتال. لما صار فتح مكه يقول سهيل دخلت الى بيتي انقمعت في بيتي، لفيت روحي يقول بعدك بالبيت، ارسلت ابني عبد الله قلت له روح الى محمد خذ لي منا امان. اقبل ابنه الى ان انتهى الى النبي قال له سهيل ابن عمرو تؤمنه يا محمد؟ قال له نعم له الامان. وسهيل له عقل وله راي وله حكمه، وما اظنه يكون بعيدا عن الاسلام، ما اتصور هذا عقل يخليه بعيد عن الاسلام. روح قل له امن. والتفت الى الصحابه قال لا يحدن فرد منكم النظر الى سهيل، لا يكون واحد يعايل بعين شويه بها غضب او شذر، لا خلوه منطلق براحته. وفعلا طلع، هذا طلع كان يروح ويجي، مع انه هو سهيل يقول انا مستغرب، انا يقول ما خليت سوء من يعني ما خليت شيء اسمه سوء ما اجيت به الى محمد، كل سوء قاتلت اطلعت لقتال اكثر من مره ابيت عليها بالمعاهده. يقول وسعني عفوا وحلما. صدق تالي من بعد ذلك يوم الجعرانة اسلم وحسن اسلامه وكان من خيار المسلمين. النبي بها الروحية عالج للمجتمع، النبي بها الروحية.